كنا قاعدين في أمان الله، فجأة بنلاقي هيك صواريخ نزلين، وكانت النار كتير عالية، ولقينا الخيم كلهن متحرقات، وكنا نطلع أشلاء وشهداء وأطفال ونساء، وكان أجوا دفاع مدني كتير حوالي 11 شاحنة، ما قدروش يطفوا الحريق. لقيت كل المربع هذا حوالي مش أقل من 14 خيمة كله دمار شامل. الخيم مش خيم، عبارة عن صفيح زينقو وخشب، يعني عبارة عن غرف يسموهن تخشيب أو بركيات أو اللي هو. أجت الفرق من تعيين الهلال الأحمر، يعني جزاهم الله خير بالرغم من كل الظروف، لكن لو بيجوا مشي بيجوا يساعدوا الناس ويخففوا من عناءاتهم. بدهم يرحلوا الناس، وين يودونا؟ جابونا من الوسطى على رفح، والحين وين بدهم يودونا؟ هم مخلين مكان امن؟ المواصل اللي بيقول انا مكان امن قصفوها امبارح ولا اول امبارح. فيش مكان امن. كمان مره بقول الشهداء في قبورهم غير امنين تحت الارض من اليهود، هذا الاحتلال المجرم البغيض. هذول قتلة الانبياء يا رجل، مجرمين.